يعني اللي بيقولوا الولد صايع الانتصار حماه ده صحيح؟ اولا يا جدو عمر مش ولد صايع، ثانيا انا مقتنعه باللي هو بيعمله وشايفه انه شبه اللي انا عايزاه. وانا ايه؟ طرطور؟ طرطور في البيت انا ولا ايه؟ انت ظاهر عليك نسيت انت مين وبنت مين ومن عيله مين؟ واخره المتمع عاوزه تسيب الجامعه وتبقي صايعه، تبقي بيها شهاده. وانا هعمل بيها ايه الشهاده دي يا جدو؟ هعمل بيها ايه؟ بقول لك ايه، انا جبت اخري معاكي خلاص، كفايه الموقف اللي انت حطيتيني فيه. انت اللي عملت كده، انا ما كنتش بعمل حاجه غلط. اسمعي اللي بقول لك عليه، والواد ده ما تشوفوش تاني خالص، والجامعه دي انا هتصرف وراجعك ليها. طيب انا ولا هروح الجامعه وهشوف عمر عادي جدا، لان انا بجد يا جدو مش بعمل حاجه غلط. بتعصيني يا بنت؟ بتعصيني؟ عشان الولد صايع حافيني اعتزاز الزفته دي. زوزو مش زفته، زوزو ست كويسه قوي وبتشتغل معاك وانت بتسمع كلامها. بسمع كلامها يا اختي، بيزنس. لما تكبري كده وتفهمي الدنيا هتعرفي قيمة سمع الكلام في البيزنس. انما قاسها من عظما، لو كملتي مع الواد ده وشفتيه تاني لاخرب بيتك وبيته وبيت امه وبيت عيلته كلها والكل دليله، انت فاهمه؟ طيب وانا هفضل اعمل نفس اللي انا بعمله، لان انا مش بعمل حاجه غلط ولا مسؤوله عن قراراتي. بس